بسم الله. دلوقتي هنشوف مع بعض ازاي التزم بالجريد. لو انا عايز ارسم حسب الجريد، يعني انا مثلا برسم خطوط، فعايز ابقى كل تجاذب مع النقاط، تمام؟ المسؤول عن الموضوع ده سيتنج لوكس، بلاقي عندي ان انا ممكن التزم بالاكس او بالجريد او باليونت او بالليفل. كل الحاجات دي اقدر التزم بيها. انا اختار ان انا عايز التزم بالجريد. فدلوقتي اول ما بقرب من نقطة بيبدأ يعمل لها تجاذب. ما ينفعش ان انا اعمل حاجة بين نقطتين، لا، لازم على النقط بتاعة الجريد. طب لو انا عايز اتحكم بالمقاس بتاعها، يبقى اجي في سيتنج ديزاين فايل واقول له انا عايز الجريد ابدا اتحكم فيه. هل انت عايز يبقى لوك ولا لا؟ يعني لازم الخطوط والاقواس والشغل كله يلتزم بيها ولا لا؟ وانا عايز حجم قد ايه؟ اخليها مثلا 0.2 جريد ريفرنس، خليها مثلا 5 واقول له اوكي، تمام. اهو بقت بالشكل دوت. طيب لو عايز اتحكم في الوحدات اليونت، اجي من سيتنج برضو ديزاين فايل، اروح للوركينج يونت. انا ده الفورمات بتاعي، تشتغل بأني فورمات. انا الوحدات بتاعتي، هل انا عايز اشتغل بالميتر ولا باليارد ولا بالفيت؟ طبعا لما تيجي تقيس او تيجي ترسم، سواء هنا او هترسم تكتب في اي حتة، هياخد الوحدات من هنا. يعني لو انت شغال بالميتر هتلاقيها على رسم ميتر، لو حولتها المليمتر خلاص بقت مليمتر حاجة صغيرة، الفيت كذلك، تمام. طيب لو انا رسمت شكلك زي دوت، خلصت الشكل هدوس رايت كليك عشان اخرج منه، وعايز ابدا اقيس، اجي هنا الميجر ديستانس، فيبدا يقول لي بقى انت هتقيس قد ايه. مثلا من هنا بدا هو بالصفر لحد النقطه دي، وصل ل 1.2، هنا بدا يجمع، دي اخر حته احنا قسناها، ده مجموعهم كلهم بالشكل دوت، تمام. خلصت بدوس رايت كليك، كل المسافه دي 4.8، تمام، دي المسافه اللي احنا مشيناها.